شو بدك تشوف؟ بس نشوف البنت هيك. شو بدك تشوف فيها؟ ماتت الجوع، ماتت الجوع بالخالدية عمرها شهر. هذا منظر، هذا منظر اولاد حمص تاركين ويجوعها. امها طائع عقلها، ثلاث اخوات لاحشين وسحبون العالم، سحبهم تحت الانقاض. هذا بدك تشوفه؟ هيك بطعم اولاده؟ هيك مع برامج الاطفال عم يشوفها الاولاد الاكل بجيبه بطعم اولاد الاولاد؟ ماتت الجوع. هاي ما بافريقيا، هاي ما بالمجاعة. روح يحفروا لهم بيار وطعموهم، تعالوا شيلوا لنا اكل بس نطعم اولادنا. تفي عليهم على شرفهم. تفي لسه بقول العرب والمسلمين، لا في عرب ولا في مدن، حاكل بشر. هذا منظر، هذا منظر. ها حلي بلاد ما في، اجوا يتفرجوا علينا، اجوا روحوا اتركونا، ما بدنا شيء منكم الا الله. الا الله صرنا قديش عم نحكي عرب ومسلمين بالناقص منهم. روح ان شاء الله مع القلب. الام طائع حالها، شو بدي اركض لنركض؟ ناقصنا. هاد منظر، هاد هاد منظر. شو بدي طعمي فيها؟ شو بدنا نطعمي فيها؟ هاي روح الا الله، الا الله. هدول الولاد هدول ما لحيل تبكي البنت من جوعها. شكيتهم لالله، شكيتهم لالله. سحبناهم سحب، ما في حدا بالخالدية. شو عاملين بامها؟ ما حدا بيعرف، طائع عقل الحرمين. طيب كيف ولدت هاي؟ ما ليش بنعرف شو؟ ولداني هاي ما في عمرها شهر 20 يوم. شلون ولدت الام؟ شلون ندبر حالها؟ عايشين بكلمة وحشين يا حرام. شو بدنا ندبر فيهم؟ ما عم نعرف. كيف عم تاكل؟ إذا الأم ما أنا موجودة؟ الأم طائع عقلها، الأم طائع عقلها. عم يرقد فيها أهل الخير. بدها ترضع، بدها تعيش، بدها تاكل. ميتي ميتي، تطلع تطلع. هاد منظر، هاد هاد منظر. شو بده يشيل فيها؟ ليشيل؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بتفيح على كل واحد بيطلع بايده يعمل شيء وساكت. روح يا عمي روح، كثر الف. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون.